البارح بعد نصف الليل بشوية وقع حدث أليم في الوردية. معنا سيمونير الريابي المدير الجهوي للحماية المدنية. سيمونير صباح الخير ومرحبا بك. صباح النور سيحبي، صباح النور مستمعي إذاعة الوطنية. الحدث تمثل في أنه شاحنة معناها دخلت في قهوة هكا. صورة الحادث الحقيقة في منتصف الليل غير ربع، كانت شاحنة تقييد النوع سيمي معناها جارة بدون مجرورة، كانت على مستوى شارع بلفي مستوى معتمدية الوردية، وكان بالتحديد المكان تقريب من القرب من بلدية الوردية. صورة الحادث أنه الشاحنة هذه كانت نوعا ما في سرعة منفرطة، اصطدمت في مرحلة أولى بعدد سنين سيارات، ثم اتجهت نحو بهو المقهى اللي كان هناك وافدين معناها جالسين ببهو المقهى ومدخل المقهى، يعني في واجهة في الرصيف، في الواجهة في الواجهة تاع المقهى. الحقيقة كانت السرعة بتاع الشحن تثبت في العديد من الإصابات، تقريب 10 إصابات متفاوتة وأعداد سنين حالة وفاة على المكان. تم توجيه طواقم الإسعاف، تقريب 6 سيارة إسعاف وطاقم طبي مع شاحنات نجدة بالطرقات معناها وسيارة معناها نجدة بالطرقات كذلك. تم مدهم بالإسعافات الأولية لعين المكان، ثم توجيههم إلى المستشفيات حول نوعية حسب نوعية الإصابات، تقريب معناها ما بين مستشفى شرق نيكول ومستشفى الرابط ومستشفى حبيب ثابر ومستشفى الحروق. هذا في مرحلة إن شاء الله تكون الحالات متاعهم مستقرة. الحالات متاعهم كما قلت لك الإصابات كانت متفاوتة معناها ما بين كسور ومعناها العديد من الإصابات اللي كانت معناها تضرر منها أهل المصابين هذا، وكانت حالات الوفاة الحقيقة الأعمار بتاعهم تقريبا من 22 سنة و 30 سنة، شباب يعني شباب الله يرحمهم. الأعمار بتاع المصابين تراوح ما بين 17 سنة و 50 سنة. كما قلت لك يعني زوز حالات وفاة تو وعشرة مصابين. تم تسخير كل الامكانيات معناها من طاقم طبي وسائل الاسعاف اللي قاموا بالمهام نتاعهم في الاسعافات الاوليه ثم نقلوا المصابين. الحادث كذلك معناها نظرا انه اللي متسبب في الحادث السائق هو اصيل الحي السكني هذاك وكذلك، وهذا حسب ما سمعت انا الصباح بكري قبل ما نجي الاذاعه سي منير في مقهى من المقاهي هنا في لافايات انه السائق الشاحنه وليد مراهق ربما ولد صغير ولا صاحب الشاحنه هو نفسه. هو سي الحبيب خليني نعطيك التفاصيل بكل دقه ثم نمر الى الموضوع هذا. بالنسبه للسائق هو اصيل الحي السكن، والمصابين معناها كما قلنا هم معناها اصيل الحي السكن. بعد الحادث والمصابين اللي كانوا 10 كان هناك هلع لدى المتساكنين، وكان هناك تجمهر عدد كبير من المتساكنين، وهذا اللي زاد نجر عليه 7 حالات إغماء اللي تم نقلهم كذلك في مرحلة ثانية إلى المستشفيات لتلقي الإسعاف، لأنه كانوا من ذوي وأهالي المتضررين وحالة الوفاة. دونك هذا في صورة أولى. بالنسبة للسائق المعلومة الأولية بأنه هو أصيل الحي السكني، لكن الوحدات الأمنية معناها تعهدت بالبحث في الموضوع هذا اللي هو ثابت كمعاونة أولية أنه الشاحنة كانت في سرعة مفرطة. تبقى مسببات الحادث ستتعهد به السلطات الأمنية والسلطة القضائية في البحث في مسببات الحادث بكل دقة. طبعا التحقيق سيكشف عن هذا. هذا يا نحن سي حبيب الحقيقة لاحظنا منذ أواخر شهر رجواء إلى حدود هذه الساعات هناك ارتفاع في عدد حوادث الطرقات. أنا لول سيمونير في البرامج في الإذاعة والله مليت وتعبت من هذه الأشياء، يعني قد ما نحكي باقي الناس فما ناس ما يترباوش مع كامل الأسف. هو سي حبيب توا احنا ما عندنا حتى حل في معناها في عدد الحوادث وفي عدد المتضررين، اصبحت العدد معناها في ارتفاع صحيح معناها ملحوظ. هذا يخلينا كل الهيكل المتداخله بما فيهم الحمايه المدنيه العمل على تقليص من الحوادث، وكذلك المواطن لابد انه الان يلتزم باشارات المروريه ويلتزم بحدود السياقه، خاصه نحن في فصل الصيف اللي معناها يتزامن مع الافراح ويتزامن مع السهريات ويتزامن كذلك واحد، وهذا اللي هو معناه كما حادث البارح حادث مؤلم ومروع معناه، وهذا اللي تقريب حي سكني كامل كان البارح على في حالة استنفار قصوى، ومعناها والحمد لله معناه اللي
تقريب معناها يا رب يرحمهم الحالتين وفاة وعشر مصابين يعتبر الحادث ذات إصابات مرتفعة. أي حادث مؤلم بأتم معنى الكلمة يعني. بالضبط. أي أي معناها كما قلت لك صاحب اللي عمل الحدث هذا هو صاحب الشاحنة؟ هو سائق الشاحنة ما نعرفوش صاحب الشاحنة أو هو سائق على الشاحنة. هذه كما قلت لك الوحدات الأمنية ستتعهد والوحدات القضائية هي بهامهم يتعهدون بالموضوع بالبحث في الموضوع. نعم الله يرحمهم اللي ماتوا الاثنين، الله يرحمهم شباب أعمارهم كما قلت ما بين 20 و30 هكا. بالضبط. أي بالضبط. والبقية اللي في حالات حرجة أعمارهم بين الشباب والكهولة يعني في الخمسين هكا يوصلوا تقريبا. بالضبط. أي الله يرحمهم الله يرحمهم. إن شاء الله التحقيق يكشف عن حقيقة هذا الحادث وإن شاء الله الناس تعتبر يعني إن شاء الله السواق. أنا اليوم جاي الصباح كل عادة نعاود نفس الحكاية في كل حصة في كل برنامج، يعني برشا يحرقوا في الضوء دون موجب ويسعوا. واليوم برك أنا جاي للإذاعة معناها عندي الضوء الأخضر أنا وسائق تاكسي متعدي طول متعدي طول في الأحمر زعمة هو صاحب الطريق. لا 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 الآن نظرا للخسائر البشرية والخسائر المعنية اللي قاعدة تسبب فيها الحوادث والارتفاع المشط في عدد المصابين، لابد أنه الناس كل هنا تأخذ حذر، الناس كل تتباهى، الناس كل تبقى عندها درجة وعي معناها لتقليص من هذه الفواجع اللي لها الحقيقة أصبحت معناها كما البارح كان حادث مؤلم ومفزع لأنه كان في حي سكني وعناها والمتسبين واحد وكانت معناها تقريب معناها هناك استنفار من كل السكان من الصغار من النساء من الرجال إلى حدود الساعات الباكرة من صبيحة اليوم. إن شاء الله ما عاش تكرر هالحوادث. إن شاء الله.